اخي انا بقول صلوه ردوا وراي يلا شبكوا ردوا مثل قتلكم صلوه على محمد مكحول العين نير وخضير واللي قاعدين الله عليه. بعدين انا بقول يا اسبح البر حومي يا اسبح البر حومي واشربي ولا تعومي واشربي ولا تعومي واشربي من بير زمزم واشربي من بير زمزم زمزم عليها السلام زمزم عليها السلام. رمشاكم يا شباب نعملها على عاداتنا غالي بالحسكة. وشلون عاداتكم؟ ردوا وراي يلا قول. جوزنا وخلصنا منه جوزنا وخلصنا منه ينعن يعني أبو اللي يزعل منه. لا 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 شباب لا 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 خلوا العراضة شغالة مثل ما اتفقنا. اسكتوا اسكتوا هيكوا إجاب خش اسكتوا إجا عساس ماني سامعكم أصواتكم وصلاني لآخر الحارة. طبعا نسوي لك عراضة شامية. لك إيش إلى داعي العراضة ما عراضة كتب كتاب هاد كتب كتاب ما وعرس ما وعرس. لك أخي حتى لو كان كتب كتاب خبة طهور إن شاء الله بدنا نفرح. صار لنا 6-7 سنين ما فرحنا. والله معك الحق باسيل. إيه؟ شو قصة هاي علبة الحلو جبتها معك من اللادية؟ علبة شعيبيات الفستق لسه ما فتحتها ما أكلت منها غير قطعتين بس. شلون لسه ما فتحتها وأكل منها قطعتين؟ خلص دبرها بقى خلص ما فتحناها. شباب طلعوا اللي معكم مثل ما اتفقنا. سالم الشباب اليوم قبضوا وانا والشباب حبينا نقطك بهدول. لا والله ما باخده. لا والله بدك تاخدي. الله جعله الف مبروك خي ابو السلم. لك والله خجلتوني يا شباب ان شاء الله بفرح بعرسكم. تعرف لو انك بالشام وما اخذت لنقوط شو بيعملوا فيك؟